وليست الزكاة، الصدقة تطلع جنيه جنيهين اللي تقدر عليه. لكن في سورة المعارج قال والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا هذه هي الزكاة، حق معلوم معروف، ربع العشر في زكاة النقدين، العشر في زكاة الزروع للأرض التي تروى بعليا، نصف العشر للتي تروى بالري، ثلاثة أرباع العشر لما تروى بين الري والبعلي، وربع العشر في زكاة النقدين. وعندنا في بهيمة الأنعام في كل أربعين شاء إلى آخره، حق إيش؟ معلوم. له شرطان إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب كيف تفرق بينهم في القراءة؟ تلقى سورة المعارج في حرف العين صح ولا لا؟ وكلمة معلوم في حرف إيش؟ العين. فلما تكون في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم على طول، من غير ما يأتيك أي لجلجة أو يأتيك أي عدم ضبط للقرآن، في الذارية ما في لا حرف العين ولا شيء، على طول والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم جاءت سورة القيامة، سورة الجميلة هذه سبحان الله، وقرأ علينا الشيخ جزاه الله خير مقرأ يوضح ختام هذه الدنيا. والتفت الساق بالساق، يعني الرجلين جو فوق بعض، جزاك الله خير، الله يغفر. هذه في سكرات الموت، اللي بنى المسجد ده يا إخواني أنا حضرت سكرات موته، الشيخ العسمي رحمه الله رحمة واسعة، اتصلوا بي وقالوا يا شيخ الوالد مريض في مستشفى فتعال زوره. فذهبت أنا أخي وأخي عبد الله، فذهبت لزيارته وقرأت عليه، فقلت لأخي عبد الله بعدما خرجنا هذه سكرات الموت، لأنه كان يغرغر سبحان الله. هذا الرجل لما ذهبنا إليه نوري الصور بتاعت المسجد قال أراها إن شاء الله في الجنة. طيب المسجد نسميه إيش؟ نسميه باسمك؟ قال لا سموه زي ما أنتم مسمينه في الأول رحمة الله عليه. ولا زال عقبه وابنه متابع لأعمال إيش؟ البر والخير. هذا الذي يبقى يا أخواني. وتأكلون التراث أكل اللمة وتحبون المال حبا جما. يكنز الناس الأموال وبماذا يخرجون من الدنيا؟ يخرج من الدنيا بحفرة في المقابر في طرف المقابر، وبقطعة قماش من طرف السوق، صح ولا لا؟ هذه تخرج من الدنيا. والكفن ليس له جيوب، الكفن ما فيه جيب، تقول أخذ حاجة معاه ما بتأخذ حاجة معاك. يا حديث أنس يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأولاد ويبقى العمل. لذلك النبي من حديث بريرة أهدي للنبي شاع عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة، فتصدقت عائشة، النبي كذا قال يا إيش عندكم؟ قال بقيت الذراع، قال كلا بقيت كلها إلا الذراع، لأنك وما تصدقت فأبقيت، الصدقة هذه هي اللي باقي لك في الصحيفة، أما اللي أكلت راح فين؟ فأفنيت، راح في الحمامات، راح هنا، وما لبست فأبليت. لكن هذا هو، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله، متفق عليه ابن عمر، ورجل تصدق بصدقة فأخفعها لا تعلم الشمال وتنفق يمينه، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. اوعى تقول الدنيا والحكاية والغلا، لا لا أبدا، لأن الله وعد ووعده الحق، وما أنفقتم من شيء فهو، الله أكبر الله أكبر، لو قال لك رئيس ولا مدير ولا وزير اللي تدفعه أنا إيش أسدده لك، بالله تنام مرتاح ولا ما تنام مرتاح؟ ربنا بيقول لك وما أنفقتم من شيء، وشيء نكرة في سياق هذه الجملة تفيد العموم، ريال ولا جنيه ولا هللة ولا أيا كان، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب إيش المطلوب منك؟ التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، عند يعقوب ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله ما يبغى منك شيء، جزاك الله خير. لكن أعد لهذه اللحظة،
فلما خرجت من عنده قبل أذان المغرب اتصلوا بي الساعة 11 قالوا الوالد مات، فذهبنا غسلناه ودفناه يوم الجمعة، ومن مات يوم الجمعة وليلتها وقي الفتان ولا نزكي على الله أحد، ودفناه في سفح جبل جمدان. جبل جمدان في مدينة خليص هناك في المملكة العربية السعودية، حرس الله بلاد المسلمين من كل شر. النبي لما شاف جمدان قال هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكران. قال ابن حجر ولماذا ذكر النبي جبل جمدان مع الذكر؟ قالوا لأن الجبال تذكر الله، وأكثر جبل يذكر الله جبل جمدان، أكثر جبل يذكر الله أكثر من أحد. سبحان الله الذي اهتز لما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا عز وجل يقول وإن من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إلى ربك يومئذ المساق، العودة، البلوى الكبيرة. فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالرسالة ولا أدى الأمانة ولا صلى، ولكن كذب وتولى، صار مع الشيوعيين ومع الزنادقة ومع دول اللي يقول لك لا إله والحياة مادة، ويصدقهم الدهماء من الناس ويتبعونهم وهم يريدون أن يفسد السودان ويفسد كل مكان. الإنسان اللي ما يصلي هذا، اسمع عشان ما في مجاملة هنا، الذي لا يصلي لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يسلم عليه ولا يبايع ولا يشرى منه ولا يناكح ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، 11 مصيبة. يا ما هي لعبة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ما فيش لعبة. هي الصلاة دي أمرها عظيم، أول ما يسأل عليه العبد بعد الفتنة في القبر من ربك ما دينك من نبيك، يسأل عن إيش؟ عن الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وما جلس كده بس، ثم ذهب إلى أهله يترقص كده يتمطى أنا ويكذب. أولى لك فأولى، وعيد من الله، ارجع أما أنا لك ارجع. ولذلك لماذا خلق الله الموت؟ ليزل به كل عاص وجبار. وقيل من راق؟ وين الراقي؟ وظن أنه الفراق، أيقن أنها خلاص نهاية الدنيا، والتفت الساق خلاص راحت الدنيا فيش فيها أي حاجة، ولكن كذب. ثم أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ثم السؤال الاستفهام استنكار، أيحسب الإنسان ويترك سدى؟ ربنا ما خلق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ما في. ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي رواية من مني تمنى. ولذلك يقول الحسن أولك جيفة قذرة، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة مدر وتحمل بين جنبيك العذرة. إيش تساوي الدنيا؟ هارون الرشيد أراد ماء فأتى له الربيع وزيره بالماء، قال اشرب هنيئا يا أمير المؤمنين، فشرب. قال يا أمير المؤمنين كيف لو أن الملك بنصف هذه الشربة، وكيف لو ولغت في جسدك فلم تخرج، فقيل لك نصفك الآخر من الملك ونطلع لك إيش؟ هذا البول أكرمكم الله. قال ذلك ملك لا يساوي شيء. لذلك مرضى الفشل الكلوي الله يشفيهم ويعافيهم 3-4 مرات في الأسبوع لكي يخرج إيش؟ البولين. وأنت ما شاء الله تأكل وتشرب وتدخل الحمام وتخرج. ولذلك كان من الأدب عند دخول الحمام أن تقول دخول الخلاء اللهم اجعل في الخبث والخبائث، ولما تخرج تقول غفرانك. قال النووي رحمه الله عند شرح مسلم يعني يا رب أستغفرك في هذا الوقت الذي مر ولم أذكرك فيه. شوف يعني يا رب اغفر لي إن الوقت ده أنا، لأنه ممنوع الكلام الذكر داخل إيش؟ الحمام. أيحسب الإنسان ويترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ عند أبي داود يقول الإمام والمأموم بلى قادر. أما في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حديث ضعيف. الصحيح في سورة إيش؟ في سورة القيامة. الخلاصة دقات قلب المرء قائلة إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد الموت ذكرا، فالذكر للإنسان عمر ثاني. مات الذي بنى هذا المسجد، ورجل كان والله يا أخوان له غني ولا من أثرياء السعودية، رجل عامي بسيط موظف حكومي، لكنه اجتهد وجمع وبقي المسجد منارة في الجضارب كلها، ومن بعده بدأت مشاريع بناء المساجد إلى يوم الناس هذا. ده كان أول باكورة هذا العمل، وجمعية المرحمة اللي فيها شيخ صديق وكذا، التي فيها وصلت لحد أم جزاد على الحدود الإثيوبية، التي فيها كفالة الأيتام وكيس الصائم، كلها بدأت من فين؟ مع هذا المسجد. فدونكم أيها الكرام الفضلاء، دينك دينك، لحمك ودمك، وحدتكم في السودان لا تسمح لأحد أن يلعب بها. ونصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون. هذه دين وعقيدة لا أحد يعطينا فيها شيء لنقول هذا الكلام، نقوله ديانة لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يدفع عنا وعنكم الأذى والبلاء بركنه. اللهم وفقنا لكل خير، وأعنا على كل بر، ونجينا من كل سوء وشر. اللهم احفظنا بحفظك، وادفع عنا الأذى والبلاء بركنك. اللهم إنا نسألك عيشا رغدا، اللهم إنا نسألك عيشا رغدا، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشا دارا، اللهم إنا نسألك عيشا دارا وحالا قارا وحالا قارا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم من على أهل هذا المسجد وأهل هذا الحي وعلى بلادنا في السودان وبلاد المسلمين جمعا يا رب العالمين، بالأمن والإيمان، السلامة والتوحيد والإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورا. اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا، من كان حيا أطل عمره على الطاعة، ومن كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين، واجمع لنا ولهم بين الأجر والعافية يا أرحم الراحمين. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما لحق حمري وأورق عزاء دعوانا.